الماء تدخل في أجسادنا وفي طعامنا وشرابنا، ومؤثر أساسي على الصحة في حال تلوثها. المحافظة على الماء واجب شخصي وواجب وطني وواجب أخلاقي. تعتبر الأردن من أفقر دول العالم في من حيث مصادر مياه الشرب ومصادر مياه الري، وبالتالي مشروع السمرة هو رافد أساسي لمياه الري في الأردن ورافد أساسي لقطاع الزراعة. ما هو مميز في محطة السمرة أن جميع كمية المياه المعالجة تستخدم في الزراعة. المحطة تعالج ما يقارب ثلثي المياه الصرف الصحي في الأردن، وتخدم ما يقارب 4 ملايين نسمة. طبعا أن تكون فريق جزء من مشروع بيئي مهم، وأن تكون جزء من فريق يعمل باتجاه تحسين المستوى البيئي والحفاظ على البيئة هو شرف كبير، وهو فرصة عظيمة لإضافة الرضا شخصي وإضافة رضا عن العمل. ونعتبر أن دورنا هو دور أساسي في عملية التحول البيئي والقيام بإنجازات كبيرة، بحيث تكون مثال يحتذى في الدول الأخرى والمشاريع الأخرى. بالنسبة لي من أهم الدوافع العمل الشخصية هي القيادة بالقدوة. بشكل شخصي أنا سعيد جدا في العمل في مشروع السمرة، لأنه مشروع أتاح إلي بشكل شخصي أن أقوم بمساعدة بلدي وأقوم بمساعدة المجتمع من حولي، ونحاول كل جهدنا بحيث أن نكون من المشاريع صاحبة التميز في هذا المجال.